لو نتعرف من حضرتك بشكل أكثر تفصيلا عن افتتاح أو مشروع اليوم. والله خلينا بس نعود بالذاكرة شوية لأصل هذا المشروع، واللي أنا دايما أقوله أنه هو بيعظم دور البحث العلمي التطبيقي وقدرته في مصر على تخليق كيانات صناعية لها مردود اقتصادي طالما توفرت البيئة المناسبة لذلك. وهنا يحضرني لازم نتوجه بالشكر لفخامة السيد الرئيس على القرار السياسي القوي بافتتاح وتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء والحفاظ على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية. الحقيقة بيعود تاريخ هذا المشروع لاستكشافات قامت به هيئة المواد النووية عن طريق طائراتها الاستكشافية الخاصة. تم استكشاف العديد من مواقع الرمال السوداء على شاطئ البحر المتوسط من إدكو غربا حتى العريش شرقا، وأيضا على ساحل مصر الجنوبي الشرقي على ساحل البحر الأحمر. الحقيقة تم بعد ذلك عمل دراسات جدوى عديدة من هيئة المواد النووية على الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال الخامات. رجعت الدراسات دي وقيمت من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، حتى وصلنا للحظة التعاون بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء اللي بتتجسد في الموقف اللي كلنا بنحضره الآن داخل مجمع مصانع بلطيم.